أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. داء رينو مقدمة. داء رينو أي الاحتلال الوعائي مجهول السبب هو اضطراب نادر يصيب الأوعية الدموية، حيث يصيب أصابع اليدين والقدمين عادة، ويؤدي هذا الاضطراب إلى تضيق الأوعية الدموية، مما يجعل المنطقة المصابة تكتسب اللون الأبيض والأزرق. تتوسع الأوعية الدموية بعد انتهاء هجمة داء رينو، فيصبح الجلد أحمر اللون، ويشعر المريض بتنمل ونبض دموي، وفي الحالات الشديدة يمكن أن تحدث تقرحات أو موت للأنسجة بسبب انقطاع الدم عنها. يشرح هذا البرنامج التثقيفي المرض المعروف باسم داء رينو، وهو يستعرض أعراضه وأسبابه وتشخيصه ومعالجته. ما هو داء رينو؟ يعرف داء رينو أحيانا باسم ظاهرة رينو أو متلازمة رينو. داء رينو اضطراب نادر يصيب الشرايين، والشرايين هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى مختلف أنحاء الجسم. يحافظ الجسم على حرارته عندما يكون الطقس باردا من خلال إبطاء تدفق الدم إلى الجلد، وهو يقوم بذلك من خلال تضييق الأوعية الدموية. أما في حالة الإصابة بداء رينو فإن ردة فعل الجسم اتجاه البرد أو الشدة النفسية تكون أقوى من الحد المعتاد، وهذا ما يجعل الأوعية الدموية تتضيق بصورة أسرع وإلى درجة أكثر من الحد الطبيعي، ويدعى ذلك باسم التشنج الوعائي. إن التشنج الوعائي الذي يصيب الشرايين يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، وهذا التناقص في تدفق الدم يؤدي إلى ظهور أعراض داء رينو. لا يؤدي داء رينو غالبا إلى ضرر دائم أو بعيد المدى في الأنسجة، كما لا يؤدي إلى أي إعاقة. ترتخي الأوعية الدموية ويعود جريان الدم كما كان قبل أن تصاب الأنسجة بضرر دائم. الأعراض: تظهر علامات وأعراض داء رينو بفعل انخفاض الحرارة أو بفعل الشدة النفسية، وعندما تظهر الأعراض ندعو تلك الحالة باسم هجمة. تصيب هذه الهجمات أصابع اليدين والقدمين عادة، وفي حالات نادرة يمكن أن تصيب الهجمات الأنف أو الأذنين أو الحلمتين أو الشفتين. خلال الهجمة تصبح الأوعية الدموية شديدة الضيق، ونتيجة ذلك ينقطع تدفق الدم إلى المنطقة المتأثرة أو يكاد ينقطع، وهذا ما قد يؤدي بالمنطقة المصابة إلى الشحوب أو الابيضاض ثم الإزرقاق، الشعور بالخدر أو بالبرد أو الألم، الاحمرار والنبض أو الوخز أو الشعور بالحرق أو بالخدر عندما يعود تدفق الدم إلى المنطقة. يمكن أن تستمر الهجمة أقل من دقيقة واحدة، كما يمكن أن تدوم عدة ساعات أحيانا، ويمكن أن تحدث الهجمات يوميا أو أسبوعيا. غالبا ما تبدأ الهجمة في إصبع واحد في اليد أو القدم، ثم تنتقل إلى بقية الأصابع، وفي بعض الحالات لا يتأثر بالهجمة إلا إصبع واحد أو اثنان، ومن الممكن أن تتأثر مناطق مختلفة في أوقات مختلفة. يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من داء رينو إلى تقرحات جلدية أو إلى الإصابة بالغنغرينة، والغنغرينة هي موت أو تحلل أنسجة الجسم. يموت النسيج عندما لا يحصل على الدم مدة طويلة، لكن الهجمات الشديدة في داء رينو أمر نادر الحدوث. برعاية معهد تثقيف المرضى
www.patient-education.com. أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. الأسباب: هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب داء رينو، وعلى سبيل المثال فإن داء رينو على صلة بأمراض وحالات طبية تسبب ضررا مباشر للشرايين أو للأعصاب التي تتحكم في الشرايين في اليدين والقدمين. يعد تصلب الجلد والذئبة مثالين على الحالات الكثيرة التي يمكن أن تسبب داء رينو، ويصيب هذا الداء نحو 90% من الأشخاص المصابين بتصلب الجلد، كما أن شخصا من كل 3 أشخاص مصابين بالذئبة يصابون بداء رينو أيضا. قد تؤدي الأعمال المتكررة إلى الإصابة بداء رينو أيضا، وذلك من خلال إلحاق الضرر بالشرايين أو الأعصاب التي تتحكم بالشرايين في اليدين والقدمين. ومن الأمثلة على هذه الأعمال المتكررة الضرب على الآلة الكاتبة أو على لوحة الحاسوب أو عزف البيانو، كما أن استخدام الأدوات التي تحدث اهتزازا شديدا كالمثاقب وأدوات الحفظ يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بداء رينو أيضا. يمكن أن تؤدي الإصابات التي تلحق باليدين أو القدمين عند الحوادث أو عند عضات الصقيع أو بسبب الجراحة أو غير ذلك إلى الإصابة بداء رينو أيضا. إن التعرض إلى بعض المواد الكيميائية في أماكن العمل يمكن أيضا أن يؤدي إلى الإصابة بداء رينو، ومن الأمثلة على هذه المواد كلوريد الفينيل المستخدم في الصناعات البلاستيكية. إن النيكوتين الموجود في السجائر يمكن أن يزيد أيضا من مخاطر الإصابة بداء رينو. هناك أدوية معينة يمكن أن تسبب داء رينو أيضا، ومن هذه الأدوية حاصرات بيتا، أقراص منع الحمل، بعض أدوية السرطان، ومنها سنسبلاتين وفينبلاستين. الأدوية المستخدمة لحالات صداع الشقيقة التي تحتوي على مادة أرغوتامين، بعض أدوية الزكام والحساسية التي تباع من غير وصفة طبية، وكذلك بعض المساعدات الغذائية. لا يستطيع الطبيب دائما أن يحدد السبب الدقيق للإصابة بداء رينو. التشخيص: يقوم الطبيب بتشخيص الإصابة بداء رينو استنادا إلى التاريخ الطبي للمريض وإلى الفحص الجسدي، وكذلك إلى نتائج الفحوص والاختبارات. يمكن إجراء اختبار التنبيه بالبرد من أجل تحفيز أعراض داء رينو، ولإجراء هذا الاختبار توضع اليدان لفترة وجيزة في ماء مثلج، ويستخدم جهاز صغير لقياس مدى سرعة عودة الأصابع إلى درجة حرارتها الطبيعية. قد تتطلب عودة الأصابع إلى حالتها الطبيعية أكثر من 20 دقيقة إذا كان المريض مصابا بداء رينو أو بمتلازمة رينو. كما يمكن أيضا إجراء الفحص المجهري لشعيرات الطية الظفرية من أجل البحث عن وجود شرايين غير طبيعية في الأصابع. توضع في هذا الإجراء قطرة من زيت خاص على قاعدة الظفر، ثم يجري فحص الظفر تحت المجهر من أجل رؤية الشرايين. هناك فحوص وإجراءات أخرى كفحوص الدم مثلا يمكن الاستفادة منها من أجل البحث عن الحالات التي قد تكون لها صلة بالإصابة بداء رينو. المعالجة: لا يوجد شفاء لداء رينو، لكن المعالجة يمكن أن تقلل من عدد الهجمات وشدتها، وتشتمل المعالجة على إدخال تغييرات في نمط حياة المريض وتناول الأدوية وعلى الجراحة أيضا في بعض الحالات النادرة. يستطيع معظم الأشخاص المصابين بداء رينو تدبير الحالة من خلال إدخال بعض التغييرات على نمط حياتهم. إن هذه التغييرات قادرة على مساعدة المريض في تجنب الأشياء التي يمكن أن تحفز هجمات داء رينو، وذلك من قبيل البرد أو الشدة النفسية. للحماية من البرد: تغطية الجسم في الطقس البارد، ارتداء طبقات من الملابس من أجل الحصول على مزيد من الدفء، إضافة إلى استخدام قفازات وذلك من أجل حماية الأصابع.
استخدام مدفئات اليدين والقدمين في داخل القفازات أو الأحذية أو الجوارب أو الجيوب. إن هذه المدفئات متوفرة في معظم متاجر بيع اللوازم الرياضية. رفع حرارة التدفئة في المنزل أو ارتداء المزيد من الملابس الدافئة في الأماكن المبردة. تدفئة السيارة قبل قيادتها في الطقس البارد. استخدام القفازات عند أخذ الأطعمة من الثلاجة أو البراد إذا كانت حساسية اليدين للبرد مرتفعة. كما يمكن تجنب العوامل الأخرى التي تحفز الهجمات أيضا، وذلك من خلال تجنب الأشياء التي تؤدي إلى الانزعاج أو إلى التوتر النفسي، معالجة الشدة النفسية، الحد من استخدام العدد اليدوية التي تظهر اهتزازات شديدة كأدوات العمل الكهربائية مثلا، استخدام الملابس والأدوات الواقية المناسبة عند العمل في بيئة تحوي مواد كيميائية، الحد من الأعمال المتكررة التي تقوم بها اليدان، وذلك من قبيل عزف البيانو أو الضرب على الآلة الكاتبة. إذا كان أحد الأدوية هو السبب في تحفيز الهجمات، فإن على المريض أن يستخدم دواء بديلا أو أن يستشير الطبيب لتعديل الجرعة التي يتناولها من هذا الدواء، ويجب الحرص على استشارة الطبيب للتوصل إلى الخيار الأفضل. هناك تغييرات أخرى في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تفادي الهجمات، ومن هذه التغييرات عدم وضع الأساور المعصمية الضيقة والخواتم الضيقة، ممارسة النشاط الجسدي من أجل زيادة تدفق الدم والمحافظة على دفء الجسم، الإقلاع عن التدخين إذا كان الشخص مدخنا، الحد من تناول الكافيين وتجنب الكحول. يستطيع المرء أيضا أن يتخذ خطوات أخرى من أجل المساعدة على وقف الهجمات عندما تحدث، وذلك من خلال الانتقال إلى مكان دافئ، تدفئة اليدين أو القدمين باستخدام الماء الدافئ، تحريك الذراعين على شكل دائرتين أو هز الذراعين والقدمين، الخروج من الأوضاع التي تسبب الشدة النفسية، ومحاولة الاسترخاء. إذا لم تفلح التغييرات في نمط الحياة في ضبط داء رينو، فقد يكون المريض في حاجة إلى الأدوية أو إلى الجراحة. هناك أدوية فموية وكريمات تباع بوصفة يمكن استخدامها من أجل تحسين تدفق الدم إلى أصابع اليدين والقدمين. قد تجري معالجة الحالات الشديدة من داء رينو من خلال الجراحة أو من خلال استخدام الحقن من أجل تثبيط عمل الأعصاب التي تتحكم بالشرايين في اليدين والقدمين، وقد يكون هذا مفيدا في الوقاية من الهجمات. في بعض الحالات النادرة يمكن أن تظهر لدى المرضى الذين يعانون من حالات شديدة من داء رينو تقرحات جلدية أو غنغرينة، وإذا حدث هذا فقد تكون هناك حاجة إلى استخدام المضادات الحيوية أو إلى الجراحة من أجل قطع الأنسجة المصابة، وفي بعض الحالات الخطيرة يمكن بتر الإصبع المصاب. لا بد من استشارة الطبيب في الحال إذا أدى داء رينو إلى تقرحات في أصابع اليدين أو القدمين أو في أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تكون المعالجة المبكرة مفيدة في وقاية المريض من الإصابة بأضرار دائمة في هذه المناطق. يجب الحرص على العناية الجيدة باليدين والقدمين، وهذا يعني حمايتهما من الجروح والكدمات وبقية الإصابات، كما يستحسن استخدام مرطبات الجلد لحمايته من الجفاف والتشقق. إذا أعجبك هذا الفيديو، الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة، يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة: داء رينو هو اضطراب نادر يصيب الأوعية الدموية، وهو يصيب أصابع اليدين والقدمين عادة. إن الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب يتعرضون لهجمات تسبب تضيق الأوعية الدموية، وهذا ما يؤدي إلى ابيضاض المناطق المصابة وإزرقاقها. عندما تنتهي هجمة داء رينو تتسع الأوعية الدموية من جديد، يصبح الجلد أحمر اللون، وقد يشعر المريض بتنميل أو بنبض الدم فيه، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي انقطاع جريان الدم
إلى ظهور تقرحات أو إلى موت النسيج. يؤدي الطقس البارد أو الشدة النفسية إلى تحفيز أعراض وعلامات داء رينو، وتؤثر هجمات هذا المرض عادة في أصابع اليدين والقدمين. وفي حالات نادرة يمكن أن تصيب الهجمات الأنف أو الأذنين أو الحلمتين أو الشفتين. لا يوجد شفاء لداء رينو، لكن هناك معالجات يمكن أن تقلل من عدد الهجمات وتخفيف شدتها، وتشتمل المعالجة على تغييرات في نمط الحياة وعلى استخدام أدوية، وكذلك على الجراحة في بعض الحالات النادرة. لا بد من استشارة الطبيب سريعا إذا أدى داء رينو إلى تقرحات في أصابع اليدين أو القدمين أو في أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تكون المعالجة المبكرة مفيدة في وقاية المريض من الإصابة بأضرار دائمة في هذه المناطق. شكرا لاستخدامكم برنامج إكسبلين.